انظر اخي الكريم، اجماعات تنقد صريحه في هذا الباب. ابو المظفر السمعاني هذا الشافعي، وكان حنفي لكنه استقر الى مذهب الشافعيه في كتابه الموسوم، هذا من امتع كتب الاصول قواطع الادله لابو المظفر السمعاني، قال الاصل ان بدن المراه، ان بدن المراه كله عوره، وان عليها الستر وترك التبرج، الا ان موضع الوجه منها موضع الحاجه والضروره، لان اثبات عينها والمعرفه بها عند المعاملات لا يقع الا برؤيه الوجه، وايضا فان مصلحتها في اسباب معاملاتها لا يكمن الا بذلك، واما الشعر فلا ضروره في ابرازه بحال، فصار كسائر البدن، يعني عوره لابد من تغطيته. ونحن نعلم يعني نقر بالخلاف في مساله النقاب واجب ام مستحب في هذا الباب. الإمام القرطبي المالكي، وهذا الرجل المهبول مالكي أصلا، أو هو من بلد تدعي أنها تأخذ يعني مذهب المالكية، قال أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة، انظر بقى لما يأتي، قالوا أن المرأة كلها عورة إلا الوجه واليدين، قال إلا الوجه واليدين فإنهم اختلفوا فيهما. إذن يجب على المرأة، وجب ستر كل المرأة، ستر كل المرأة بالإجماع، والرجل يخالف الإجماع جهارا نهارا ولا أحد يعزر. هذا ولي الأمر لابد أن يعزره، هذا لابد أن يكون يعني مثلا للناس، يعني لابد من هذا الأمر أن يؤخذ أمام الناس ويقول هذا عقاب الجاهل الذي يتكلم فيما لا يعلم، لابد وجوبا، وهذا إلزام على ولي الأمر كف أمثال هؤلاء. يعني هو ولي الأمر أصلا يحاسب عند الله جل في علاه أن يترك مثل هؤلاء الرائبضات أن يتكلم في هذه الأمور التي هي ثوابت عندنا. المسألة معناها هنا هزات أرضية كبيرة، أننا الآن لا نأتي على المسائل المختلف فيها يا شيخ محمد، لا، ده المسألة على ثوابت الدين، هذا معلوم بالدين بالضرورة، الحجاب هذا معلوم بالدين بالضرورة، معنى أنه بيضرب في معلوم بالدين بالضرورة. هذه المسألة أن أنت أصلا تريد تهدم كل البيت على أصله، أنت تريد تضيع أصول الإسلام أصالة. واما فرضيه الحجاب فالكتاب والسنه واجماع واجماع الصحابه على انها واجبه، فرض عين على كل امراه في هذا الباب، لا سيما ان الايات قد جاءت والاحاديث قد جاءت كلها على وجوب الستر. انا ممكن اجمالا اقول لك وبعد ذلك نتناقش فيما اردت ان تناقش فيه، يعني عندك اصلا اصاله قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين، نزلت في أن النساء يغطين شعورهن وعناقهن وشيئا من صدورهن، فنهن الله جل في علاه على إظهار شيء من ذلك، وكنا فعلنا ذلك، وهذا تعلم أن الجاهلية كان فيها مثل هذه المسائل، فأمرهن بإدناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشف